نجدد بكم الترحيب والتحية مشاهدينا مستمعينا الأفاضل مع انطلاقاتنا المتواصلة والمستمرة شوطا يليه الآخر مع انطلاقة شوطنا 18 للقعدان الفطامين من مسافة 1500 متر. نسير وياكم ونتابع الصدارة، نتابع المركز الأول شاهين يونس بن محمد السوداني مع انطلاقة شاهين. المركز الثاني أتابع المركز الثاني من خلال الشعار، شعار مرشود بن عابد الحربي مع انطلاقة مزاح على المركز الثاني. المركز الثالث يصل الفهيدي مع انطلاقة الرسمي راشد بن علي الفهيدي المري مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الاسم القادم اللي غير بدوره وانتقل للمركز الثاني وعين على الصدارة، أتابع شاهين ناجي بن بخيته المري مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار السحيمي، ولكن أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول لكي أتابع في هذه اللحظات بن بخيته من غير الأمور وانطلق مع انطلاقة شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول. ناجي بن بخيته المري يقدم لنا شاهين، ولكن الحربي شن الحرب مع انطلاقة مزاح اللي مزحه ثقيل، ولكن بن بخيته على الصدارة على المركز الأول. ناجي بن بخيته المري والمركز الثالث أرى اللي وصل دبيش مع انطلاقة حرب محسن بن محمد الدبيش اليامي، ولكن بن بخيته ما زال صامد على الصدارة على المركز الأول. مرشود بن عابد مع المركز الثاني، ولكن اليامي وصل مع انطلاقة المركز الثاني وغير الأمور. سلام نجران، سلام تحية واحترام لمحسن بن محمد دبيش اليامي على فوز حرب. المركز الثاني 18 مرشود بن عابد الحربي، والمركز الثالث ناجي بن بخيته المري، والمركز الرابع والخامس نحيل عند الخط والتحكي.